السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أطفالي؟ أتمنى أن تكونوا بخير. درسنا الثاني عشر في الرياضيات، وهو بعنوان أعد وأكتب. أطفالي، سوف نقوم بمراجعة الأعداد من 1 إلى 9، ثم نقوم بإنجاز تمارين أعد وأكتب. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ معاً. 1. لقد قمنا في الفترة السابقة بتلوين الرقم 1 وتخطيطه. رقم 2. أحسنتم. 3. ممتاز. رقم 4. أحسنتم. رقم 5. أحسنتم. هذا هو الرقم 6. هذا هو الرقم 7. أحسنتم. هذا الرقم 8. الرقم 9. هذا هو الرقم 9. سنبدأ إذن بالعد وكتابة الرقم. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ. ماذا يوجد في هذه الصورة؟ هناك دائرة فيها مجموعة من الحيوانات. الدائرة الأولى لدينا قط، والدائرة الثانية لدينا مجموعة كلاب، والدائرة الثالثة لدينا دجاجات، والدائرة الرابعة لدينا أرانب. لنعدهم إذن. نبدأ. هنالك قط واحد، وكتبنا الرقم 1. أحسنتم. وهنالك 4 كلاب، 1، 2، 3، 4، وقمنا بكتابة الرقم 4. ممتاز. وكم لدينا من دجاجة؟ 1، 2، 3، وقمنا بكتابة الرقم 3. وكم لدينا من أرنب يا ترى؟ 1، 2، قمنا بكتابة الرقم 2. أحسنتم. في هذه الصورة لدينا مجموعة من الغلال، هنالك مجموعة من البرتقال، مجموعة من الكراز، مجموعة من الموز، مجموعة من التفاح، ولدينا أناناس. لنقم بعد كل مجموعة ولنكتب كم وجدنا. لنكتب العدد. لنبدأ. ممتاز. لقد تحصلنا على 5 برتقالات. 1، 2، 3، 4، 5. وقمنا بكتابة الرقم 5. أحسنتم. ولدينا كذلك أناناسة 1، وكتبنا الرقم 1. ولدينا كذلك 2 من الكراز. أحسنتم. وكتبنا الرقم 2. ولدينا أيضا 3 موزات، وقمنا بكتابة الرقم 3. ولدينا كذلك 4 تفاحات، وقمنا بكتابة الرقم 4. أحسنتم. وهنا لدينا مجموعة من الحيوانات، لنقم بعدها ثم بكتابة الرقم في وسط المربع الصغير. ماذا يوجد في هذه الصورة؟ يوجد دعسوقات، ويوجد ديدان،
ويوجد خرفان وأيضا كلب. ممتاز، أحسنتم، لقد تحصلنا على 4 تعسوقات، 1، 2، 3، 4. ممتاز، وقمنا بكتابة الرقم 4. أنتم رائعون، ولدينا 3 ديدان، 1، 2، 3. وقمنا بكتابة الرقم 3، ولدينا أيضا كلبا واحدا. وقمنا بكتابة الرقم 1، ولدينا خرفان. كم عددهم يا ترى؟ إنهم 2، 1، 2. وقمنا بكتابة الرقم 2، أنتم رائعون. يا أطفالي، ماذا يوجد في هذه الصورة؟ يوجد مجموعة من البالونات، كل مجموعة موجودة داخل خط مغلق. لنقم بعد المجموعات إذن، ولنكتب الرقم الذي تحصلنا عليه. أحسنتم، لقد تحصلنا على بالونة صفراء 1، وكتبنا الرقم 1. أحسنتم، وتحصلنا أيضا على بالونة زرقاء وبالونة صفراء 2، وكتبنا الرقم 2. وتحصلنا أيضا على بالونة صفراء وبالونة زرقاء وبالونة حمراء، وقمنا بكتابة الرقم 3. ممتاز، ثم تحصلنا على 4 بالونات صفراء، زرقاء، حمراء، وخضراء، وقمنا بكتابة الرقم 4. وأخيرا في المجموعة الأخيرة تحصلنا على 5 بالونات، بالونة صفراء، بالونة زرقاء، بالونة حمراء، بالونة خضراء، وبالونة وردية. ولقد قمنا بكتابة الرقم 5، أنتم رائعون. وهنا ماذا يوجد لدينا؟ يوجد لدينا أرقام ومجموعة من الحيوانات. لنقم بربط كل مجموعة بالرقم المناسب لها. مثال: 2، هنالك دعسوقتان، و1، هنالك دعسوقة واحدة، و5، هنالك 5 تعسوقات. لنبدأ. ممتاز، لقد تحصلنا على كل رقم متصل بالمجموعة المناسبة له. أنتم رائعون. لنقم بعد وسائل النقل الموجودة، ثم نضع الرقم الصحيح داخل خط مغلق. لنبدأ، ماذا يوجد لدينا هنا؟ لدينا دراجات هوائية، ولدينا طائرات، ولدينا مناطيد، ولدينا سيارة. لنبدأ. ممتاز، لقد تحصلنا على 3 دراجات هوائية، ووضعناه داخل خط مغلق. وماذا لدينا أيضا؟ طائرتان. قمنا بوضع الرقم 2 داخل الخط المغلق. أحسنتم، وكذلك لدينا 4 مناطيد، 1، 2، 3، 4، ووضعنا الرقم 4 داخل خط مغلق. أحسنتم، ولدينا كذلك سيارة، سيارة واحدة. إذن قمنا بوضع الرقم 1 داخل الخط المغلق. أنتم رائعون. ماذا
يوجد لدينا يا ترى في هذه الصورة؟ لدينا مجموعة من السيارات الخضراء، ومجموعة من الشاحنات الحمراء، ومجموعة من السيارات البرتقالية، ولدينا سيارة زرقاء. لنقم بعد كل مجموعة ووضع الرقم الصحيح داخل خط مغلق. لنبدأ، أنتم مستعدون؟ لنقم بالعد معا. لقد تحصلنا على سيارتان لونها أخضر، وقمنا بوضع الرقم 2 داخل الخط المغلق. أحسنتم. وماذا لدينا أيضا؟ لدينا 4 شاحنات، 1، 2، 3، 4، 4 شاحنات حمراء، ولقد قمنا بوضع الرقم 4 داخل الخط المغلق. ممتاز. وماذا تحصلنا أيضا؟ تحصلنا على سيارة زرقاء، يعني رقمها 1. قمنا بوضع الرقم 1 داخل الخط المغلق. ممتاز. ولقد تحصلنا أخيرا على 3 سيارات لونها برتقالي، 1، 2، 3. وكذلك قمنا بوضع الرقم الصحيح وهو 3 داخل خط مغلق. أنتم ممتازون ورائعون، وأنا فخورة بكم جدا. شكرا لكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم جيدا بهذه الحصة وتعلمتم جيدا كيف تعدون. أحسنتم، إلى اللقاء.